يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ بحسب الحاجة. إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء أو ليس فيه مسلمون، فإنها تنقل إلى المسلمين، إلى فقراء المسلمين في بلد آخر. أو كان البلد المنقول إليه أشد حاجة وأشد فقر، فإنها تنقل إليه. أما إذا كان البلد الذي فيه المال أهله محتاجون ومسلمون فهم أولى، قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأن الفقراء في البلد ينظرون إلى هذا المال ويرجون زكاته، فإذا حرموا منها صار في هذا ضرر عليهم وتأثر عليهم، فهم أولى بها. نعم.